السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم. وتغطية خاصة يمكن لاحظته النهاردة 1 يوليو، كل سنة وانتم طيبين، وإن إحنا كاتبين منكم تغطية خاصة 30 يونيو. 30 يونيو مش مجرد يوم ولا مجرد تاريخ، لكنه الحقيقة هو نقطة انكشاف أو نقطة انفضاح، هو مش منعطف الحقيقة برضه. وعايز أقول إن هؤلاء الذين لم ينتبهوا، هؤلاء الذين عاشوا في غفلة واضحة وتصرفوا بغفلة واضحة، ما يعني ما لا مجال لا لتبريرها ولا لتسويقها ولا للحديث عن أي مشروعية لها. الذين تحدثوا أو الذين تعاملوا بهذه الغفلة الواضحة عما يجري هم مسؤولون بدرجة كبيرة عن وصول الأحداث إلى نقطة الانكشاف في 30 يونيو. خلونا النهاردة بشكل محدد وبشكل أساسي نتكلم عن حكاية انه نقطة الافتضاح دي اللي احنا فيها. اذا 30 يونيو ده مش مجرد يوم ولا حاجة، دي النقطة التي تتكشف عندها كل الاشياء. امبارح مثلا كلمتكم عن انه اللواء احمد جمال الدين قاد بنفسه مسيرة الى ميدان التحرير ضد الرئيس محمد مرسي. طيب رئيس محمد مرسي ده اللي اختار اللواء احمد جمال الدين قبل كده وزير داخلية. اذا حقيقة اللواء احمد جمال الدين حقيقة موقفه سواء كان صوابا ام خطأ، انا هنا لا احكم على الموقف بانه صواب ولا غلط، لكن حقيقه موقفه هو اللي اعلنه امبارح في ميدان التحرير. طيب اللي جابه بقى وعمله وزير للداخليه، هل هو متفق مع الموقف ده؟ لو كان الرئيس مرسي متفق مع الموقف ده كنا شفناه امبارح وكمان في التحرير، واكيد مختلف. طيب انت جبت وزير داخليه ليه؟ وجبته ازاي؟ ووضعت امن هؤلاء الذين وثقوا فيك والذين ساروا معك في يده. طيب اذا الراجل ده ما اشتغلش لصالح امن هؤلاء الذين وثقوا فيك، لانه هو اشتغل امبارح ضدهم بشكل واضح. الذين وثقوا في الرئيس محمد مرسي امبارح في رابعة العدوية، والوزير السابق اللي هو احمد جمال الدين امبارح في التحرير. طيب يعني شغالين ضد بعض. طب مش هو برضو كانوا شغالين ضد بعض كده هو في الوزارة؟ طب انت كنت شاخد بالك من الحكاية دي؟ طب هي دي كانت سر؟ طب هي دي كانت نقطة غامضة محتاجة حد يشرحها؟ طيب على كل حال احنا دلوقتي في انتظار بيان من القوات المسلحة. تقديري الخاص انا مش هسبق الاحداث، مش هقول انني انتظر ان يكون هذا البيان في كذا وفي كذا. كلمتكم قبل كده عن انه النظام الحاكم الان في مصر هو نظام القلب العسكري، القلب من القوات المسلحة واللافتة او الواجهة الاسلامية. قلب النظام سيتحدث بعد قليل، وبالتالي سنرى إذا ما كان يميل إلى إبقاء اللافتة على ما هي عليه، إلى دعم شركاء الحكم أو إلى التخلي عنهم لسبب من الأسباب. عشان كده تقديري برضو أنه البيان اللي أعلنت الرئاسة أن هي هتصدره الساعة 9 بالليل أو المؤتمر الصحفي التي هتعمله الساعة 9 مساء هو مترتب على بيان القوات المسلحة. يعني بيان القوات المسلحة هو الذي سيقود بيان الرئاسة الذي سيصدر ليلا، لأن بيان القوات المسلحة هو بيان قلب النظام، بينما بيان الرئاسة هو بيان واجهة النظام أو اللافتة التي يحكم النظام باسمها في الشارع. عايز أقول برضو على حاجة، أنه ما زالت برضو كتير من إخواننا وأصدقائنا أعضاء الإخوان المسلمين والحرية والعدالة والمسؤولين في الدولة وفي الرئاسة وفي غيره بيلوموا الناس وبيلوموا الشعب على ان هم اصل انتوا بتتأثروا بالاعلام الفاسد. طب انتوا بقى اول ناس بتتأثروا بالاعلام الفاسد او بما تسمونه الاعلام الفاسد. ليه؟ النهاردة حركة تمرد اعلنت انه لغاية بكرة ما استجابتش الرئاسة المطالبة فهي هتعلن العصيان المدني. يعني شفت المنابر الإعلامية المعبرة عن الحرية والعدالة عن الإخوان المسلمين بتتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية، وباعتبار أنه بكرة فعلا هيبقى في عصيان مدني. الله، لو اللي احنا فيه ده سلم مدني، لهو اللي فيه محمد مرسي من يوم ما جه ومن يوم ما استلم الحكم ده كانت ده أنا في قمة العصيان المدني من 30/6/2012. إذا أنتم مش واخدين بالكم من دي يبقى أنتم في مشكلة في دماغكم، يبقى أنتم اللي بتصدقوا الإعلام الفاسد. والله مش اكتر من كده، لانه هو الرئيس محمد مرسي عرف يروح يحضر جنازه الشهداء بتوع مصر العسكريين اللي ماتوا في رفح؟ عرف يروح يحضر جنازتهم؟ طب لما رئيس الجمهوريه اللي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه
ما يعرفش يحضر جنازة مجموعة من أبنائه. ده اسمه عصيان مدني ولا اسمه له اسم تاني؟ طيب هو مش الرئيس، رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل طردوه وكانوا هيضربوه في نفس الجنازة دي، واضطر ان هو يجري ويهرب. الحقيقة راجل شجاع جدا لانه حضر، وانا اقدر جدا 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 موقفه ده. مش اضطروه ان هو يجري من يهرب من الجنازة حافي القدمين، ساب حذاءه جري. طب وده سلم مدني؟ دي حالة كده الشارع يعني منقاد ليك وتمام التمام وزي الفل، ولا ده قمة العصيان المدني؟ طيب بلاش دي وبلاش دي. هو مش فيه بلدوزر راح. احنا شايفين اهو ده ايه ده في المقطم ده ولا فين؟ ده دلوقتي حالا ولا بقاله شوية؟ بتاع امبارح ده، بتاع امبارح. اصل خلاص ما عادش في حاجة تتحرق تاني النهاردة بتهيألي كده. فطبعا ده المقر العام للإخوان المسلمين امبارح. عايز اكمل بس معاكو انه اللي حصل في الاتحادية اللي هو قصر الرئاسة، لما يروح له بلدوزر علشان يقتحم الباب، هو ده عصيان مدني ولا ده سلم مدني؟ بيصلحوا لي في الكنترول، بيقولوا لي المشاهد دي كانت النهارده الصبح في المقر العام للإخوان المسلمين في المقطم. ما علينا، مش دي القصة، مش ده الموضوع. يعني الموضوع انه في واقع وفي كلام بيتقال. اللي حاصل انه اول من يسوق واول من يروج للكلام اللي بيتقال حتى وان كان عكس الواقع هم اللي مصدقين انه العصيان المدني هيبتدي بكره. يا جماعه العصيان المدني بدا يوم 30/6/2012، بدات حاله العصيان المدني. كل دوله بقى لها رئيس منتخب، او هذا ما يفترض. كل ما الرئيس ده يطلع يقول لا اله الا الله يقولوا له عليه غضب الله، يقول بم يقولوا لا ما بمش. طب هنمشي يمين ولا هنمشي شمال؟ لما يبقى في بلدوزر رايح علشان يقتحم باب قصر الاتحاديه، وده سلم مدني يا جماعه؟ هو ده انتوا مش واخدين بالكم ان ده عصيان مدني؟ لما يكون في خمس محافظين او ست محافظين مش عارفين يدخلوا مقر محافظاتهم، وفي وزير مش عارف يدخل مقر وزارته، والحاله دي مستمره بقالها شهر مثلا او اكتر من شهر. طب وده مش عصيان مدني؟ اذا ده المشاهد اللي احنا شايفينها دي دلوقتي، اللي هو سحل احد شباب الاخوان المسلمين امام مكتب الارشاد. الناس مسكوه وضربوه وقطعوا جسمه بالاسلحه البيضاء وضربوه بالشوم وقلعوه هدوم. الحقيقه حفل من حفلات القتل الجماعي في الشارع. انا هقول لكم هو ده ايه بالظبط اللي بيحصل دلوقتي. يعني ايه دول؟ مين وليه دول؟ مش شعب مصر طبعا، شعب مصر ليس متوحشا. الشعب المصري هو شعب متحضر وشعب راقي وشعب جميل، ودي مش اخلاقه، ولا يستطيع احد ان يزعم ان هذا الفرد الواحد اللي احنا شايفينه دلوقتي يا ولداه وهو جثة هامدة، لا يستطيع احد ان يزعم ان هذا الفرد الواحد كان قاعد بيعاكس او بيعاند او بيضرب او بيتعدى على كل دول. هذا رجل واحد وهؤلاء جماعة كبيرة من البشر، وشايفين ان هم بعد ما يعني ألقوه جثة هامدة واقفين بيسخروا منه. يعني الحقيقة ولا جماعة نمنم تعمل الكلام ده، ولا القبائل آكلة لحوم البشر. يعني هذا مشهد للعنف الحقيقي. وسط بقى مكان ده بيحصل